وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو تحدث بحديث مستفز، وتحدث بأحاديث يمثل تحرش سياسي غير مقبول من دولة بتناصب مصر العداء تركيا. تركيا وريثة الدولة العثمانية، مولود جويش أوغلو ربيب رجب طيب أردوغان، الذي يحاول بين اللحظة والأخرى وبين التوقيت والآخر محاولة التحرش بالدولة المصرية، محاولة جر شكل الدولة المصرية. وزير خارجية بيتحدث لصحيفة يونانية في أنقرة بحديث ليس سخيف، وإنما حديث الضعفاء الجبناء الذين أوصدت أمامهم كل الأبواب، لم يعد إلا محاولة التحرش وجرجرة مصر في نزاع. بيتحدث على أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لن تعترف به تركيا، ومن ثم ليس له جدوى قانونية وليس له أثر قانوني، ومن ثم أيضا فإن تركيا من حقها أن تقوم بالتنقيب على الغاز والمواد البترولية في شرق المتوسط ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات الدولية والقانون الدولي، على أساس أن تركيا لم توقع على قانون البحار.